بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في وقفة جديدة ومحطة جديدة من محطات 7 أكتوبر بعيون عسكرية. وكنا إخواني وأخواتي الكرام قد طرحنا سؤالا في لقاء سابق تحدثنا فيه عن مفهوم الردع في النظرية الأمنية الإسرائيلية، فتساءلنا التساؤل التالي: كيف نفهم أن النظرية العسكرية الإسرائيلية الحديثة في عام 2015 والتي صرح بها رئيس أركان جيش الإرهاب الصهيوني غادي إيزنغوت، وأخرجت الدول العربية كافة من معادلة التهديد الأمني لإسرائيل، ولم تعد الدول العربية تقع ضمن مهددات الأمن الإسرائيلي؟ وبنفس الوقت قلنا أننا نسمع تصريحات من زعيم المعارضة الإسرائيلي المدعو يائر لبيد في 9/4/2023 بعد مؤتمر صحفي مع نتنياهو، حيث قال: وصلت إلى المؤتمر الصحفي مع نتنياهو وأنا أشعر بالقلق، وغادرت وأنا أكثر قلقا. وأضاف: إسرائيل تفقد قوة ردعها. إذن من هي الجهة؟ هذا هو التساؤل: من هي الجهة التي تفقد الكيان الصهيوني قوة ردعه ما دام أن الدول العربية حسب نظرتهم الأمنية ليست من مهددات الأمن الإسرائيلي؟ بداية قبل أن أستعرض الإجابة، دعونا نستمع سوية إلى الإعلام الإسرائيلي كيف يقر بتآكل الردع الإسرائيلي، ومن ثم نناقش هذا المحور وتحديداً دور 7 أكتوبر في واقع الردع الإسرائيلي. دعونا نستمع. إسرائيل حتى الآن مردوعة. لقد رأينا أنه مع تآكل الردع في الشمال والجنوب حصلنا على صواريخ من غزة ولبنان. إسرائيل الآن في زاوية إشكالية حتى من ناحية تفعيلها للقوة. إخواني وأخواتي الكرام، في آخر استطلاعات الرأي التي نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية في شهر حزيران 2023 أظهرت النتيجة التالية: 55.7% من الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي انتصار في غزة. لقد أصبح أمن إسرائيل وأمن مواطنيها أكثر عرضة للتآكل على المدى المتوسط والبعيد نتيجة فعل المقاومة الفلسطينية، ولا شيء سوى المقاومة الفلسطينية. وبالتالي أصبحت القدرة على اختراقه أكبر، اختراق الكيان الصهيوني، وأصبحت تبعيته وارتباطه أشد بالقوى العظمى كأمريكا. لذلك نجد أن الكيان الصهيوني يجري محاولات دائمة لتطوير الجيش وعقيدته العسكرية، فهو يحتمي بأمريكا هو يعلم أن ردعه يتآكل. وفي هذه المرحلة لم يعد العمق الاستراتيجي الذي يعني بالمفهوم العسكري حققته إسرائيل أو الكيان الصهيوني باحتلال أراضي عربية بالقرن الماضي لم يعد كافيا لمنع التهديدات الداخلية والخارجية من المس واختراق الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أي المجتمع الإسرائيلي. وهنا أجد صحيفة هارتس الإسرائيلية بتاريخ 4/2/2024 مقالا لعضو لجنة الشؤون الخارجية في الكنيسة عمر بارليف، أكد فيه أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023 كان تحركا استراتيجيا ألحق ضررا بإلغاء الردع الإسرائيلي. إذا انتقلنا من مرحلة التآكل إلى إلغاء الردع الإسرائيلي من وجهة نظر إسرائيلية. وأضاف المقال لعمر بارليف، قال: كنت عضوا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة لمدة 8 سنوات تقريبا، وعملت لأكثر من نصفها رئيس اللجنة الفرعية المعنية باستعداد
جيش الدفاع الإسرائيلي للحرب والأمن المستمر. خلال هذه السنوات هو يقول تناولت اللجنة الفرعية برئاستي خطط الجيش الإسرائيلي للحرب في مختلف الساحات وأهداف الحرب. ويتابع ماذا يقول: هزيمة حماس التي تكررت مرارا وتكرارا في تصريحات رئيس الوزراء، ويقصد نتنياهو، عبارة عن كلام بدون معنى عملي. هذا هم يقولوه. هنا أقول إخواني وأخواتي الكرام، من باب التوضيح يجب أن نعلم أن الردع من حيث المقاصد له ثلاثة مقاصد. باختصار، المقصد الأول هو الردع الكلي الشامل، ويعني أن تحمل وتجبر الخصم على الامتناع عن القتال هجوما أو دفاعا، هذا ردع شامل. المقصد الثاني الردع الجزئي، ويعني حمل الخصم على الامتناع عن الهجوم مطلقا، ولكنه يعني أي الخصم ما زال قادر على ممارسة الدفاع، يعني يستطيع أن يدافع إذا هوجم. والمقصد الثالث يسمى الردع المحدود، وهو الذي يتضمن أن يحمل الخصم على عدم توسيع دائرة قتاله في الدفاع أو الهجوم. هنا أعزائي المشاهدين، يعني لو نظرنا إلى هذه المقاصد، مقاصد الردع الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل، لوجدنا ما يلي: لوجدنا أن الجبهة الوحيدة التي ما زالت قادرة على ممارسة الدفاع واتخاذ ردة فعل تجاه العدو هي المقاومة وليس غير المقاومة. وهذا يعني إسقاط مقصد الردع الجزئي، لأنها تدافع وتقاوم. أيضا نجد أن المقاومة في 7 أكتوبر استطاعت أن تباغت العدو وأن تقوم بعملية هجوم عبقرية. وهذا يعني أن مقصد الردع الشامل، والذي يحمل الخصم على الامتناع عن الهجوم، يعني أنه سقط لأن المقاومة هاجمت. إذن هذا المقصد الآخر الثاني سقط. وأما المقصد الثالث الردع المحدود، والذي يجبر الخصم أو يحمل الخصم على عدم توسيع قتاله في الدفاع أو الهجوم، نجد أن المقاومة في 7 أكتوبر وسعت دائرة القتال، فقد استخدمت قوة مشاة داخل مناطق الكيان الصهيوني، غلاف غزة، وتعدت. من هذا التحليل والتأصيل نستطيع أن نقول إخواني وأخواتي الكرام أن من أسقط الردع كمرتكز من مرتكزات النظرية الأمنية الإسرائيلية هي المقاومة المسلحة في غزة ولا غير المقاومة. هذه المقاومة التي لا يصل مستوى إنفاقها على التسليح والتدريب والدعم اللوجستي أو الإنفاق العسكري، خلينا نقول، إلى في أقصى 200,000 دولار في سنوات، مش في سنة واحدة، في حين أذكر فشلت جيوش وأنظمة أنفقت ما يقارب 2.5 تريليون دولار على التسليح. وأعيد، التريليون 1,000 مليار. ناهيك عن التدريب والدعم اللوجستي والرواتب وإلى آخر ذلك، بل كل هذا الإنفاق العسكري لهذه الجيوش، وتم استبعاد كل تلك الجيوش حسب النظرية الأمنية الإسرائيلية الجديدة في 2015 من دائرة التأثير والتهديد للأمن الإسرائيلي كما ذكرنا في حلقة سابقة. هنا قد ينتفض البعض يعني فيقول: يا أخي، لماذا هذه المبالغة والتضخيم لدرجة القول بإسقاط مفهوم الردع الإسرائيلي؟ يقول: وكل إيمان بما أسلفت. حسنا يا أخي، في أدنى وصف عسكري لحالة الردع الإسرائيلي، في أدنى وصف في مواجهة المقاومة كعسكري متمرس، أستطيع أن أقول أن المقاومة فرضت معادلة جديدة لم تكن من قبل على الإطلاق، وتلك المعادلة
في المفهوم العسكري تسمى معادلة الردع، معادلة الردع المتبادل. وعلى فكرة هذه النظرية والمعادلة لا تكون المعادلة بالردع إلا في بين قوى عظمى ذات تسليح متنافس أو متقارب في ميزان القوى العسكرية. أما أن تكون هذه المعادلة ما بين خامس جيش بالعالم أو الجيش الذي لا يقهر وبين مقاومة لا تملك بعد الإيمان بالله إلا أقل العدة والعديد، وأضف إلى ذلك خذلان القريب والبعيد، فهذا أمر والله يحتاج منا إلى التوقف والتفكر. فمفهوم الردع المتبادل يعني في الوقت الذي يمتلك العدو من القدرات والإمكانيات ما يمنع انتصار المقاومة عليه وما يحملها على دفع الثمن باهظ لأي هجوم تبادر إليه، نجد أن المقاومة اليوم تملك من القدرات والمقومات ما يردع العدو الإسرائيلي عن المبادرة في هجومها، بل تجبره على طلب وقف إطلاق النار. في 7 أكتوبر المقاومة هي من بادرت بالهجوم الذي سبب صدمة كبيرة، ما زال الكيان الصهيوني ومنظومة الأمنية العربية والغربية لم تصحو من تلك الصدمة. أيها السادة، لم تفلح القوة العسكرية الهائلة ولا الترسانة الكبيرة التي تمتلكها إسرائيل من ردع المقاومة من استهدافها في صواريخ محلية الصنع بإمكانات قليلة وصلت إلى مختلف المدن الإسرائيلية. عجزت كل تلك القوى الغاشمة عن مواجهة تأثير صواريخ المقاومة الفلسطينية التي سماها البعض صواريخ عبثية أو ما بتخرمش حيطة، وجهت تهديدا للعمق الإسرائيلي وأمنه القومي برمته. فسقوط تلك الصواريخ في عمق الكيان الصهيوني أثبتت مدى هشاشة الجدار الحديدي الذي رسمته إسرائيل حول أمنها القومي، وهذا الأمر أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية أوصلت المجتمع الإسرائيلي إلى أن يبقى عائشا في حالة رعب طالما عاشها الفلسطينيون. وهذا أيضا فرض معادلة أمنية جديدة تسمى بالمفهوم العسكري توازن الرعب، وهذا ما دعا الجنرال المدعو هيلفي رئيس أركان الجيش العدو الصهيوني يقول في خطاب علني له، قال: على الشعب إسرائيل أن يقول وداعا لحروب الدولوكس. إذن الآن الرعب مقابل الرعب، كناية على قدرة المقاومة على الوصول إلى عمق المجتمع الإسرائيلي في حيفا ويافا وباقي مدن فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني. إخواني وأخواتي الكرام، طبق الكيان الصهيوني بعد 7 أكتوبر 2023 عقيدة عسكرية إجرامية رأيناها جميعا، مستوحى هذه العقيدة الإجرامية من العقيدة الأمريكية التي استمدت تجربتها الإرهابية الإجرامية من حربها على العراق عام 2003. هذه العقيدة العسكرية تعتمد على مبدأ إحداث الصدمة والرعب في محاولة لاستعادة الردع، وترتكز على مبدأ الحسم باستخدام قوة نيرانية هائلة بكافة الأسلحة وفي وقت واحد وإحداث أكبر قدر من الدمار المادي وبشكل مفاجئ دون الاعتبار أو النظر إلى الرأي العالمي أو القوانين أو المحاكم الدولية أو التشريعات الدولية، لأن كل شيء مباح بهذه العقيدة الإجرامية أسوة بالحليف الاستراتيجي وما فعله بالعراق. هذا كله إخواني وأخواتي الكرام يتمثل في محاولة إسرائيلية فاشلة بإذن الله لاستعادة مفهوم الردع أو
لإعادة هيبة الجيش الإسرائيلي إزاء مقاومة عظيمة. أيها السادة، بعد أكثر من 75 عاما على قيام هذا الكيان الغاصب، أكدت المقاومة في 7 أكتوبر التجربة التاريخية بأن امتلاك إسرائيل للقوة العسكرية الهائلة وحصولها على دعم العالم الظالم المتآمر لن يمنحها الأمن والاستقرار، ولا تستطيع أي قوة عسكرية مهما عظمت قوتها أن تصادر إرادة شعب وتكبل حرية وتلغي حريته ومقاومته. وصدق الله العظيم إذ يقول: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إلى هنا أستودعكم الله.